للحديث ينضم إلينا عبر الهاتف أحد أعيان محافظة البيضاء أحمد أبو سريمة. سيد أحمد أهلا بك معنا. بداية لو تطلعنا على تفاصيل ما حدث اليوم في رداع، ولماذا تأخر حكم الإعدام إلى هذا الوقت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يحدث منذ صباح اليوم حسب التفاصيل اللي ذكرتوها، الحوثيين انقلبوا على الاتفاق اللي حصل قبل يومين بشأن تسليم المعتدي على الطفل للإعدام، وأيضا إحالة الطاقم الصين إلى المحاكمة، ولكن الحوثيين انقلبوا اليوم على هذا الاتفاق وجاءوا بطلب تأجيل الحكم، وأنه لا زال لديهم عمل بخصوص هذه القضية، والهدف الرئيسي للحوثيين هو أن لا ينفذوا إرادة أي يمني، أن لا يحترموا إرادة أي يمني ولا كرامة أي يمني ولا شرف أي يمني. يريدوا أن يقولوا لن نعدم، وإن وقعنا أمام الرأي العام وسنبت الحكم الإعدام، لكن ما هو حسب يعني ما يريد المواطن كذا. لكنه قبل كيف دخلوا اليوم على أساس يحضروا تنفيذ الحكم حسب الاتفاق، وفوجئوا بأنه الحوثيين ولوبيهم قد عملوا على أنه الموضوع انتهى وهذا قرار بيد المشاط، وحديث يعني غير معقول ومقبول لدى قراء الكيف، فاضطروا الى ان يذهبوا الى السجن، توجهوا مع طاقم السجن، وحصلت اشتباكات لا زالت الى قبل قليل مستمره حول السجن وحول القوات مبنى القوات الخاصه في رداع، ولا زالت القبائل تتوافد الى مدينه رداع، وفيها حسب ما وصل الى الحين انه في 6 جرحى من الحوثيين و2 قتلى، وبالنسبه لقبائل كيف لا شيء، لم يذكر لي الى حد الان انه في. طيب سيد احمد، يعني وفقا لكلامك اذا الحوثي يريد تميع القضيه بهذا الشكل، في حال استمر الوضع على ما هو عليه كيف سيكون السيناريو؟ ما المتوقع او ماذا ستقومون انتم يعني كقبائل؟ الوضع واضح انه الاراده هي اراده الشباب اليوم، اراده شباب القبائل يدافعوا عن كرامتهم، سيدافعوا عن كرامتهم بكل ما اوتوا من قوه مهما كانت التكلفه ومهما كانت العواقب، رغم اننا حريصين على ان لا يتفجر وضع في والبلاد، منطقه رداع تعيش في حاله استثنائيه سيطرة ميليشيات الحوثي، إلا أنه موضوع الدفاع عن الكرامة شيء آخر وحالة استثنائية، يجب أن يضحي اليمنيين من أجل كرامتهم، ويجب أن لا يخضعوا، يجب أن يموتوا بشرف أفضل من أن يعيشوا بذلة تحت حكم هذه الجماعة التي تمارس ضدهم كل الجرائم البشعة، حتى الجرائم الأخلاقية أصبحت تدافع عنها وتحمي عناصرها التي ترتكب جرائم أخلاقية ضد اليمنيين من اجل الحفاظ على على هيبه المشروع الطاقي، المشروع الهادوي الاجرامي الارهابي. طب هل الاشتباكات سيد احمد، هل الاشتباكات لا تزال مستمره حتى الان ام انها توقفت مؤقتا؟ لا زالت الى هذه اللحظه، وفيها فيها مربعات من المدينه سيطروا عليها ابناء المنطقة، أبناء المدينة وأبناء القبائل، وفي مربعات موجودين فيها الحوثيين، والاشتباك حصل حول قيادة الأمن المركزي وحول السجن المركزي، اختفوا الحوثيين من المواجهة حول السجن لأنه كانوا قد عززوا من البارح وهم يحسبوا حساب أنه القبائل بيتجهوا باتجاه السجن. القبائل كيف يتواصلوا مع بعضهم و في اطار انه لابد ان ينفذ الحكم، وفي نفس الوقت اذا كان بالامكان للحوثيين ان يعقلوا، فاحتواء الموقف
أفضل، ونحن معهم في هذا الرأي إذا الحوثي خضع لإرادة الناس، وإذا كان يحترم نفسه ويرى في نفسه كيان سياسي محترم عليه أن يخضع لإرادة الشعب. بالتأكيد طبعا. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي، شكرا لك.